نروح لموضوع تاني ونتكلم عن يمكن الحضارة الفرعونية اللي لغاية النهاردة احنا كمصريين احفاد بقى جدودنا يعني بنستفيد منهم لغاية النهاردة، خلينا نقول بحضارة بعلم بحاجات مختلفة بفخر حتى لينا لحد النهاردة. كل يوم في حاجة جديدة بتحصل من أجدادنا من 7000 سنة نقدر نفتخر بيها. طيب من أيام متحف الحضارة مشاهد فعاليات مختلفة للاحتفاء بواحدة من أقدم الألعاب التاريخية وهي لعبة السنت، لعبة تم اكتشافها على جدران المقابر من 5000 سنة تقريبا، وكانت اللعبة شبيهة بالشطرنج. دلوقتي جهود كبيرة لإعادة إحياء اللعبة وتسجيلها ضمن قوائم التراث غير المادي في اليونسكو. خلينا نعرف أكتر تفاصيل عن اللعبة دي وجهود نشرها من رانيا صلاح، صديق خبيرة التراث غير المادي وصاحبة مبادرة إعادة إحياء لعبة السنت اللي موجودة معنا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا رانيا. صباح النور رانيا. يعني اللعبة شبه الشطرنج شوية لكن احنا ما نعرفش عنها قوي، حابين توضح لنا اكتر عن اللعبة. الشطرنج هو اللي شبهها مش العكس. الشطرنج أكيد. اجدد منها اكيد. هو اللعبة بتعتبر يعني اقدم لعبة لوحية، اقدم بولد جيم يعني في الارض غالبا. احكي لنا عنها اكتر. احكي لك عنها. هي اجدادنا زمان كانوا فعلا اصحاب فلسفه بتلف الدنيا وبتعيش كتير، لان اللعبه زي ما هي لذيذه وجميله وبتبسطي وانت بتلعبيها، هي كمان بتتلعب في الدنيا وفي الاخره. يعني ايه بتتلعب في الدنيا وفي الاخره؟ يعني بتتلعب في الدنيا عشان هي لعبه حلوه وعشان كمان تاهلك تكوني بني ادمه احسن، يعني بتدربك تكوني بني ادمه احسن. هي القواعد بتاعتها بطريقه غريبه جدا مصممه ان اللي بيبقى هي هدفها ان انت تخرجي من الدنيا، يعني هي اللوحه نفسها اللي بيخرج منها الاول هو اللي بيكسب. اوكي. هو يعني عكس كل الالعاب، ان في الالعاب كلها اللي بيموت الاول هو اللي بيخسر، لا دي اللي بيموت الاول هو اللي بيكسب. بالظبط، لانها مش موت، لانه انتقال للحياه الابديه. صحيح. ويمكن هو ده معنى سنت استاذه رانيا. معنى سنت في اللغه القديمه هو العبور. مرور. بالظبط، العبور. صحيح. او مرور، المرور للحياه الابديه. فهي في كانت جزء من عمليه الحساب عند المصري القديم، زي ما احنا بندرس في مدرسه ان جزء من عمليه الحساب ان قلبك بيتحط على كفه وريشك بتتحط على كفه، واللي يطب فيهم هو الـ الوحش مثلا، لو قلبك كان اتقل من الريشه فمش هتدخل الجنه. السنه كمان كانت بتعتبر جزء من عمليه الحساب، لو انت ما كسبتش في السنه مش هتدخل الجنه. وليها علاقه بالبعث مره اخرى اللي كان بيؤمن بيه قدماء المصريين. بالظبط بالظبط، هي ده فكرتها ان انت البعث ده لازم تكون بقيت كويس في الدنيا او تستحق ان انت توصل للحياه الابديه. فانت لازم تلعب كويس. يعني ايه تلعب كويس؟ يعني ان انت لو انت بتلعب بتنافسيه شديده لا. انت هتخسر. لو انت كسلان ومش بتجتهد ومش بتسعى ومش بتعمل اللي المفروض البني ادم اللي عنده ضمير يعمله هتخسر برضه. فانت مثلا لو انت مش مركز بس ان انت تدور اللي هي بتتلعب باثنين لعيب، فانت لو مركز بس ان انت يعني تدور هي في ظاهرها لعبه لكنها بتساوي نفس المبادئ والقيم اللي بالزبط. لازم الشخص بالزبط. يسير عليها في حياته الطبيعيه عشان يقدر بالزبط. يعيش بنزاهه، يعيش بشرف، يعيش بتحقيق بالزبط. احلامه بضمير. بالظبط كده. طب كلمينا على انك حابه ان انت تعيدي تاني احياء هذه اللعبه وتسجيلها كمان مره تانيه في التراث غير المادي في اليونسكو. احنا كان عندنا مشروع انا رئيس مجلس أمنة مؤسسة كرامة وصاحبة شركة كبرى، الاثنين هدفهم إحياء الحرف التقليدية المعرضة للاندثار. فكان عندنا مشروع لإحياء حرفة التطعيم. التطعيم يعني التطعيم بالصدف بالعظم بالأحجار بالنحاس بالخشب، على الخشب أو على خامات تانية. فإحنا وإحنا بنشتغل في إحياء حرفة التطعيم كان عندنا مشروع كبير كان من المنتجات اللي ممكن يعني جالنا استاذ عمرو عرنفه، ده استشاري، كان استشاري تدريب معانا في المشروع وكان مصمم، فاقترح ان احنا كمان نعمل السنت، نعملها كمنتج متطعم، لانها زمان كانت متطعمه بالتركواز ومتطعمه
بالصدف وبالأبانوس وبكل الخامات الغالية. وأنا مسكت في الجملة لأن برضو أنا من زمان كان نفسي أحييها. كان لما سمعت عن واحد صاحبي واحد اسمه أستاذ أحمد حازم، كان عنده شركة استشارات وكان عايزنا نعمل له لعبة صينية قديمة. فساعتها قلت أكيد في لعبة مصرية قديمة، وتعرفت على السنة وواحدة واحدة مش عارفة اتفرجت على فيلم عن سقارة ولقيتها جواه. فلما أول ما أستاذ عمرو عمرين سأل قلت يا سلام، هو ده المنتج فعلا بالنسبة لي اللي هو فعلا 100 100. يعني هو احنا بنتكلم عن الهوية وعايزين نعرف الأجيال الصغيرة الجديدة عن الهوية المصرية وعن إنجازات أجدادنا في مصر القديمة وعن إسهاماتهم الحضارية وإزاي نربط ما بين القديم ودلوقتي. لأن أنا مؤمنة إن إحنا لو ما عرفناش إحنا مين. وفكرة اللي أنا أقدر أحط عليها بصمتي، لأن هو ملهاش شكل موحد. يمكن هي عدد الخانات موحدة لكن شكلها بيختلف، لأن أبرزها ما تم العثور عليه في مقبرة الملك توت عنخ آمون كانت 3 أشكال مختلفة بعضهما البعض. يعني بالضبط. فإحنا فعلا عشان كده عملناها بطرق مختلفة. يعني إحنا عملناها الأول كنا عاملينها بطريقة غالية، متطعمة بالصدف، متطعمة بالقرن الجاموس، بعظم الجمل، بالتركواز، وبعدين رحنا عملناها بطبعة أو يعني عملناها فيرجن أرخص عشان تكون في متناول يعني الناس كلها، ونعرف نوديها المدارس ونعرف نعلمها العيال الصغيرة وحاجات زي كده. وزي ما أنت قلت هي زي ليفل. يعني هي برضو احنا حضرتنا حضرتك استاذه رانيا بتقولوا اللي انتوا يعني وفرتوا في او عملتوها بمواد اقل تكلفه عشان بالزبط. تبقى في متناول الجميع. فكره بقى استصاغه المواطنين ليها والاقبال عليها وطريقه لعبها. فعلا يعني الناس مبسوطه، الاهالي مبسوطين جدا ان لقوا حاجه تعرف عيالهم بماضيهم. لان انا في رايي احنا عندنا مشكله كرامة، ومشكلة كرامة نابعة من مشكلة هوية. فلما نتكلم عن الهوية ونتكلم عن احنا مين واجدادنا عملوا ايه، وغير انها كمان بتستخدم يعني السنة فيها حاجة عظيمة جدا، انها كمان بتستخدم استخدام بيدرأ الصراعات. انا بتكلم بجد، ثم كانوا بيحكموا يعني لما توصل لديد لوك، لما انت وحد تاني تتخانقوا وتوصلوا لمفيش خلاص، يعني كل واحد ثابت على رأيه ومحدش عارف يتحرك. بدل ما تروحوا تتخانقوا وتضربوا بعض ولا نعمل حرب وبتاع، بيحكموا السند. صحيح. وده ليه حكاوي في مصر القديمه ازاي استخدمت وبتاع. فحتى دلوقتي الشركات الكبيره بتاخدها معايا منا كنوع من التيم بيلدينج، ازاي الفريق يبقى احسن، ازاي اخلاقيات. يمكن كل شركه فالناس مبسوطه بيها بصراحه، او كل مؤسسه تبقى محتاجاها. كنت لسه بقول لحضرتك يا استاذه رانيا ان يمكن دي اللعبه دي بتعزز الاخلاقيات اللي بيتكلموا عنها في العالم كله دلوقتي، ومحتاجاها اي حاجه، انك تنافس بشرف من غير ما تبقى كسلان، لكن من غير ما تبقى تنافسيتك مؤذيه. يمكن احنا بنتمنى كمان اللعبه دي تبتدي تدرس فعلا في المدارس المصريه، حتى في الكلاسز بتاعت او حصص الالعاب تبقى جزء منها. ليه لا؟ هو لعبه فعلا مهمه جدا ان نعزز بيها الروح الاخلاقيه لدى الاطفال من سن صغير. كل شكر ليكي استاذه رانيا صلاح، خبيره التراث غير المادي ومؤسس مبادره اعاده احياء لعبه السند. شكرا ليكي. يعني انا بايدك يا بسنت في فكره اللي هي يتم ادراجها ضمن حصص الالعاب زي ما بتقولي، لان فكره احياء الماضي، احياء التراث، من ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل. لازم نشرك اولادنا، نشرك كل اب او كل جد، يشرك احفاده، يشرك ابنائه في تراثه، ويطلعوا على هذا التراث علشان خاطر يقدر يبقى فخور بمصريته، فخور ان هو حفيد قدماء المصريين.